السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الاكل على الكانون بقى، هنعمل بسله على جزر وهنعمل طاجن لحمه. ايدين بقى كانون على الكرسي، مفيش حد يعيب. هننزل بقى باللحمه الاول في الطاجن. النار سايباها كده تولع عشان تهدى الاكل على طول. هحط الاكل اهو، لحمه في الطاجن. حطينا اللحمه في الطاجن اهي معاكم، ونحط كل المقادير بتاعتنا. بصل متخرط، احلى طاجن بقى هتاكليه على الكانون. بصل، طماطم متخرطه، هنحط معاكم فلفل، هنحط معاكم وهنحط في الحله الثانيه البصل بتاع البسله على جزر كله على بعض كده على الكانون، وهنحط البهارات على اللحمه. زي ما انتوا شايفين السبع بهارات والسبع بهارات وشويه قرفه، وبنعمل اهي البصله بتاعت البسله. اهو البصله اهي لسه هتحمر، وانطشها بالطماطم، والطاجن اهو على النار. اختراع بقى احلى اكل تاكليه. هنغطي الطاجن بالغطا على بال ما نعمل البصله دي وتحمر. وبعدين حطيت البصله على الرف اللي تحت اهو، بصي عشان تعمل معاكي، وفوق حطيت البطاطا والطاجن زي ما انتوا شايفين اهي عشان تستوي بسرعه فوق عالي، عملتوه في وقت واحد. وهنا البطاطا حطيتها فوق زي ما انتوا شايفين اهي، هرصها جنب الطاجن. هنحط الرف اللي فوق والرف اللي تحت، كل حاجه هنستخدمها. احلى اكل تاكليه على الكانون اهو، وتدعي لي بقى. والبصله اهي بصي اهي حطاها. ونصلي على النبي كده، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس يوصلكوا كل جديد. اهو بصوا زي ما انتوا شايفين شغالين، والنار هنا اهي معانا. قلنا بقى تغيير، مره كانون مره احمرت اهي معانا. هنطش بالطماطم، عملت دورين للكانون زي ما بعمل هنا وهنا، ما عطلش نفسي. ونحط شويه البهارات اللي عندنا، سبع بهارات وورق غار وروري، ونحط مكعب مرق. مرق معانا، ونحط قرن فلفل. النبي يا حبايب قلبي حطينا اهو، نغطي الحاجه والطاجن تحت، والبطاطا فوق زي ما انتوا شايفين عالصاجه فوق اهي. اهو قلنا نعمل بقى كوبايه شاي على الكانون، واحلى كوبايه شاي تشربيها. والصلصه اهي بتتسبك اهي وزي الفل. بصي شغاله ازاي، هوريها لك. بصي تتسبك ازاي، عملت الدورين، استفدت فوق وتحت، شغلت دماغي. صاجين عندك وشغلت دماغي فوق وتحت. ما تنسوش الاشتراك وتتابعونا على اليوتيوب وكبار. اهو يا حبايب قلبي هتاكلوا بقى بطاطا على الكانون، واحلى حاجه الاكل بتاع ست وستك، الاكل بتاع زمان، احلى اكل تاكليه. البطاطا تقلبيها واحلى اكل. الصلصه اتسبكت، هننزل بالبسله على جزر زي ما انتوا شايفين. هننزل بالكميه كلها ونقلبها بقى ونزودها. عندك شوربه زوديها، ما عندكيش شوربه حطي مكعب مرق وحطي شويه ميه، ونسيبها بقى تستوي مع بعضيها اهو زي ما انتوا شايفين، ونغطي عليها بقى تستوي براحتها. اهو يا حبايب قلبي قلبنا البطاطا اهي معاكم، والاكل على النار اهو. بصوا قربت تستوي، بنشوي الحاجه اهي معاكم. عايزاكم بقى تشجعوني كده وتفرحوني وتشتركوا في القناه يوصلكوا كل جديد. البطاطا اتعملت على الكانون، والبسله على جزر اهي، والبطاطا قطعتها اهي عشان تعرفوا. وادي اهي الطاجن اهو معاك اهو بيشرب اهو. ما تنسوش التعليقات الجميله اللي بتسعدني، والاشتراك في القناه على كل على اليوتيوب والقواي والتيك توك. اه يا حبايبه قلبي اللحمه استوت اهي، انا مش عايزه اشيلها لما تهدى شويه من على الكانون وكون شربت الصوص بتاعها. وادي اهي البطاطا والبسله على جزر اهي، خلصناها وبالهنا والشفا. ما تنسوش التعليقات الجميله اللي بتسعدني،
على التيك توك والقوارب على اليوتيوب، وعايزه الفيديو ده يوصل لاكبر عدد مشتركين على اليوتيوب وعلى القوارب. ومع السلامه يا حبايب قلبي.